كما راكم تشوفوا امام ساحة مسجد محمد بن الكبير.
شوفوا بسم الله الحمد لله رب العالمين، رانا امام مسجد الشيخ سيدي محمد الكبير مع هؤلاء الشباب الله يبارك فيهم متطوعين، ومعهم السيد رئيس البلديه. واليوم تعلمون انه اول يعني اول جانفي يعني هذه السنه الجديده 2017 يحضر معنا السيد رئيس البلديه والساده المشايخ. هذه ان شاء الله هذه الشجره ان شاء الله ستكون يعني شجره تفاؤل لهذا العام الجديد، يكون في العام في الخيرات في البركات، عام فلاحي على ان شاء الله البترول يولي 500 دولار ان شاء الله باذن الله تبارك ان شاء الله ان شاء الله يقولوا امين امين ويتروها هذه منا الشجره هذه نعم الحاج ايوا دير لك الشيخ البركه دير لك الشيخ البركه دير لك أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه؟ أقول لك هذه الآية مباركة اللي يقرأ على شي حرثة بتنبت. والله حشيت. بسم الله يلا. الله يبارك في الشباب هذو امين يا شباب ان شاء الله ان شاء الله الله يجعل الجزائر هذه مباركه ان شاء الله والله يجعل عام فلاحي الجزائر ان شاء الله راه خضره كما هذه الشجره ان شاء الله يا ربي يا ربي اخبر الايام انها في وصال.